أعلن نائب قائد عمليات نينوى لواء الركن جاسم محمد خليفة عن انطلاق عملية كبرى لرفع الألغام والمخلفات الحربية والجثث والأنقاض من الموصل القديمة، مبينا أن العمل سيستمر بشكل يومي لحين تطهير المنطقة القديمة بشكل كامل. تم تشكيل فريق يعني عمل من بإشراف مديرية الهندسة العسكرية وإشراف وزارة الدفاع بتحديد نسبة التلوث في هذه المنطقة. الفريق اجى هنا عمل منطقة ما حدث مناطق، المنطقة الأولى هي اللي تبدي من الجسر الخامس إلى الجسر القديم بعمق 1.8 كيلو تقريبا، والمنطقة الثانية اللي تبدي من القديم إلى جسر الحرية ومن الحرية إلى الجسر الخامس المنطقة الثالثة. حاليا بدأ العمل سطحي يعني وسطح المحل الأول يعني البحث عن العبوات تم العثور مثل ما شو أمامك حاليا على كثير من الأحزمة الناسفة والعبوات والأسلحة والجثث اللي تنظيم داعش اللعين هنا يستهدف.